بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أقدم لكم بعض إنجازات شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، وهي من أعرق الشركات في مجال المقاولات بمصر، حيث انشأت منذ عام 1946 ولها خبرة تجاوزت 65 عاما في مجال المقاولات. وتستهدف الشركة أن تصبح من كبريات الشركات الرائدة على مستوى شركات قطاع المقاولات والاستثمارات العقارية في مصر، كما تستهدف أن تكون من كبرى الشركات في منطقة الشرق الأوسط في مجال التشييد والاستثمار العقاري. وتستهدف الشركة أن تصبح شركة قابضة بعد تحويل الأنشطة الرئيسية بها إلى شركات تابعة. وقد أعطت الشركة صلاحيات كبيرة للإدارة العليا من خلال لوائح وأنظمة تتيح لهم قدرا كبيرا من المرونة والقدرة على اتخاذ القرار لتحقيق أهدافها. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تلتزم الشركة المحمودية بتقديم مستوى عالي من الخدمات والمنتجات طبقا لمعايير الجودة العالمية. وتعتقد الشركة اعتقادا راسخا بأن عملية تطوير الشركة ترتبط ارتباطا وثيقا بمواردها البشرية، وتشجع الشركة العاملين بها للحصول على أعلى المناصب، وذلك طبقا للسياسة المنهجية والخطط التدريبية للشركة، وتأمل الشركة الحصول على ثقة عملائها في هذا التقديم. عام 1946 تأسست شركة المحمودية تحت اسم ساني إسماعيل المهندس يحيى قدري للهندسة والمقاولات، لتتطور بسرعة وتصبح واحدة من أهم الشركات الفاعلة على صعيد أعمال المقاولات والبناء في مصر. وفي عام 1964 تم تأميم الشركة وتغير اسمها لتصبح شركة المحمودية العامة للمقاولات لتتبع قطاع الأعمال العامة. وبحلول عقد التسعينيات أصبحت شركة المحمودية إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير بالقطاع العام، ثم تمت خصخصتها عام 1998 لتصبح شركة مساهمة مصرية. وفي عام 2010 انتقلت الشركة إلى مرحلة جديدة من تاريخها بعد استحواذ هيئة الأوقاف على ما يقرب من 95% من أسهمها وزيادة رأس مالها إلى حوالي 316 مليون جنيه. ومنذ أن تأسست المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية اتخذت من احترامها لمواعيدها منهجاً، ومن الابتكار والإيجابية والتركيز على إرضاء العملاء سبيلاً لتحقق ما تصبو إليه، وذلك بإدخال كل ما هو جديد من تكنولوجيا البناء وأحدث نظم الميكنة والحفاظ على الاحترافية والعدالة في علاقاتنا بالموردين والمقاولين والعملاء. ويأتي حرص المحمودية على تطوير قدرات العاملين بها لإيمانها التام بأن الموارد البشرية هي عماد الشركة والركيزة الأساسية لنجاحها وتطورها. ويواكب هذا التطوير البشري تقدم آخر على النطاق التكنولوجي، وذلك لما أصبحت تمثله التكنولوجيا من سبيل أوحد لمواكبة العصر في مختلف المجالات. كما تولي شركة المحمودية اهتماماً خاصاً بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والجودة العالمية. عبر تاريخها الطويل الممتد طوال 60 عاماً الماضية، تنوعت أعمال شركة المحمودية لتغطي العديد من المجالات، منها المقاولات العامة والتخصصية، الإسكان بكافة أنواعه وتنمية المناطق العمرانية الجديدة، استصلاح الأراضي ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية، إدارة المشروعات السياحية والعقارية، المنشآت العامة والخاصة من مستشفيات وجامعات ومساجد وغيرها. كما تمتلك دوراً مشهوداً في أعمال البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وشبكات الكهرباء والتليفونات، مشروعات البي أو تي والمشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات قومية كتطوير ميناء القاهرة الجوي وغيرها.
قامت الشركة بتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان في جميع محافظات مصر، ولها بصمات واضحة في هذا المجال، أبرزها خلال الخمس سنوات الماضية تنفيذ ما يزيد على 30,000 وحدة سكنية بمستويات مختلفة، فضلاً عن 3,200 وحدة فاخرة ملك الشركة، بالإضافة إلى 12,000 وحدة سكنية لحساب هيئة الأوقاف المصرية. وتستهدف شركة المحمودية تنفيذ ما يقرب من 50,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة. وتفخر شركة المحمودية بمساهماتها في دعم قطاع التعليم في مصر عبر إنشاء العديد من الكليات بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ 600 مدرسة و23 معهداً أزهرياً بجميع المحافظات، وأيضاً العديد من المراكز البحثية ومراكز التدريب. أما في المجال الصحي فقد قامت الشركة بتنفيذ عدد من المستشفيات بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وأسوان. وعلى صعيد المنشآت الصناعية، قامت شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بتشييد العديد من المنشآت الصناعية بمختلف ربوع مصر. للشركة أيضاً بصمة واضحة في المنشآت الرياضية والاجتماعية، والتي رعي فيها أن تحافظ على التوازن بين النواحي الجمالية والعملية، فكانت مشروعاتنا في نوادي سموحة وسبورتينج والنادي الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر. وقامت الشركة بمشروعات متميزة في مجالات الاتصالات كسنترالات الجيزة والماظة والمنشية وسيدي بشر. تملك الشركة الخبرات والقدرات غير المسبوقة في مجال التطوير العقاري، وتستهدف أن تكون المطور العقاري الرئيسي للعديد من الجهات. وقد حققت خطوات جادة على أرض الواقع، فمنها توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام، تم من خلاله تطوير مشروع سكني تجاري بمنطقة المقطم بتكلفة 130 مليون جنيه. مشروع سكني تجاري وإداري بمحافظة الوادي الجديد بمشاركة هيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 15 مليون جنيه. بعد أن استقر اسم المحمودية في السوق المصري كمؤسسة معمارية ضخمة، حققت الشركة نقلة نوعية في أنشطتها عبر الدخول في مجال الاستثمار العقاري، والذي تقوم فيه الشركة بكافة الأدوار كمالك ومقاول ومطور ومسوق، وبالطبع تسليم تلك المشروعات بعد انتهائها بالكامل. ومن أهم تلك المشروعات أبراج المعادي بمراحلها المتعددة ومجمع المحمودية بالعمرانية. ويأتي مشروع طيبة جاردنز للإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر كمثال حي على ما تستطيع شركة المحمودية تنفيذه من طموح معماري أصيل، إذ يقع المشروع على مساحة 107 أفدنة بتكلفة 800 مليون جنيه مصري. تفخر شركة المحمودية العامة بالدور الوطني الذي تلعبه للحفاظ على آثارها التي لا تقدر بثمن، وهي المهمة التي تطلع بها الشركة بكل اعتزاز، إذ نؤمن أن سحر مصر يكمن في تراثها الحضاري الذي لا يخبو مع الزمن. وتتعدد مشروعاتنا في هذا المجال لتغطي ترميم وتطوير آثار تعود إلى حقب زمنية مختلفة كالفرعونية والإسلامية والعثمانية وتلك التي تنتمي لأوائل القرن الماضي. يأتي مجمع الصناعات التكميلية لدى شركة المحمودية ليكمل منظومة النجاح التي تتبناها الشركة، إذ أدى اعتمادنا على مواردنا الخاصة إلى طفرة في الأداء. ويلبي المجمع معظم احتياجات قطاع المقاولات والاستثمار العقاري عبر كافة الأنشطة المغذية من أعمال الألومنيوم والحديد المصنع والأعمال الخشبية
وتخطط الشركة حالياً إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتية، وذلك عبر تطوير وتوسعة مجمع الصناعات التكميلية. تبلغ الطاقة الإنتاجية للخرسانة الجاهزة بالشركة حوالي 500 متر مكعب في الساعة، وتشمل المنظومة سيارات خلط الخرسانة والمضخات المتحركة والثابتة، وتلبي هذه الطاقة احتياجات الشركة حالياً، كما نستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع للغير. تستهدف الشركة إنشاء 4 مصانع لإنتاج الوحدات السكنية سابقة الصب والإجهاد بطاقات مختلفة، ويجرى العمل الآن على قدم وساق لإنشاء المصنع بمدينة برج العرب الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 وحدة سنوياً. قامت شركة المحمودية بافتتاح فرع جديد لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليصبح هذا الفرع نقطة الانطلاق التي ترتكز عليها الشركة في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بالتوسع الإقليمي، وذلك دون إغفال ومواصلة دور الشركة في تشييد وتطوير مشروعات قومية على الصعيد المحلي. فقد بدأت الشركة وستظل شريكاً فاعلاً في بناء هذا الوطن ورفع اسمه عالياً، ليس عن مجرد قناعة أو رغبة، ولكن بإيمان حقيقي ومتأصل داخل كل فرد يعمل بالشركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية. We'll be right back.